تعالوا نتكلم مع بعض تاني او نراجع تاني عن simple substitution reaction عرفنا ان في 3 types of simple substitution reaction وفيها ان معنى كلمة simple it means that only one atom replaces another one طيب معنى كده ان انا هشوف reaction formed من element with compound و produce عندي element و compound تعالوا نشوف الكلام ده ازاي يعني for example زي ما قلنا ان A بلس بي سي اي هنا ريبريزنت ان اليمنت معناه ان ده اليمنت كان ريبليس انذر اليمنت ان ذا كومباوند وطيب هي هيعمل ريبليسمنت لبي ولا سي لا احنا متفقين ان الاي هو ميتال which مينز ان ده واحد من الكاتاين او من الفورم لما بيعمل رياكشن بيتحول لبوزيتيف أي والبوزيتيف آين في اي ايونيك كومباوند هنلاقيه دايما في الفيرست بارت اوف ذا كومباوند يعني بي سي بالنسبه لي هو ايونيك كومباوند So the product will be AC plus B uh, فهنا طبعا من أول ما شفت الـ, الـ Reaction عرفت أن A is more active than B And this is the meaning of simple substitution reaction وأخدنا example على الـ الـ simple substitution وهو أن المتل substitute the hydrogen of water يعني هنجيب واحد من الـ Active metals ونعمل له reaction مع الـ Water وقلنا ده من الفيموس اند كومن ريأكشن زي ريأكشن الصوديوم او البوتاسيوم وذ واتر عرفنا ان ده كان بيعمل بيرنينج وز بوب ساوند واكيد شفناه اكيد في الـ في السكول لاب ان الريأكشن ده من الاكسبلوزف ريأكشن او ريأكشنز اللي بتعمل انفجارات لان الصوديوم مور اكتف than the hydrogen لانه موجود تقريبا هو السكند اليمنت اللي موجود او السكند ميتال اللي موجود في الكيميكال اكتيفيتي سيريز فعلشان كده بيكون الرياكشن قوي جدا وبيعمل explosion and produces heat فهنلاقي ان الصوديوم عمل replacement للهيدروجين of water and produces sodium hydroxide. Plus what gas evolves؟ إيه هو الجاز اللي حصل له replacement أو إيه هو الجاز اللي خرج من ال compound of water هو الهيدروجين. طيب الهيدروجين ليه ما كتبناهوش H مثلاً؟ بنكتبه H2 لأن all of the active gases are present in air in diatomic form يعني دايماً الهيدروجين والأكسجين والنيتروجين بيتكتبوا دايماً H2 أو N2 أو O2 as they are found in air H2. Okay. Type طيب. plus the triangle. The triangle هنا means heat. لأن reactions زي ما قلتلكو من explosives reactions. The second type أو the second example on simple substitution reaction وهو إن في metal substitute the hydrogen of diluted acid طيب type. Most of acids starts with hydrogen, so any metal precede أو any metal comes before the hydrogen in the chemical activity series can react with this acid. شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن